قلت لنا باش نحكيو على زراعة الشعر مدام. ابسوليومون باش نحكيو على من بعد زراعة الشعر، خاطر الناس الكل تسأل كيف تصير زراعة الشعر، عند شكون نعمل، شكون خير اكسيتيرا، أما من بعد زراعة الشعر وقتاش العبد يتسائل وقتها يزرع شعره، وقتها من بعد يجم يبيع ويبدا يلوش في لي فوروم. دونك بعد زرع شعر راهو الفترة هذيك دوم بريسك عام وعندها أهمية كبيرة كبيرة، خاطر صحيح طبيب يجي يعمل لك اون تخي بون اوبيراسيون، دونك العملية تعملت بالكدي بالكدي، أما أنت تنجم تحطمها من بعد والعملية النتيجة نتاعها متبين كان من بعد 7 شهور عام أنت والعبيد أنت والمنطقة اللي عملتها. دونك بور فو دير لامبورتونس نتاع السويفي ونتاع شنو باش تعمل من بعد. دونك شنو لازمنا نعملوا بعد زرع شعر؟ عندنا اون بيريود نتاع 15 أيامات الأولانيين اللي سبيسيال فيها قشرة تاع الدم اللي باش يتكون في كل بصيلة تزرعت. القشرة نتاع الدم هذه لازمنا نستني وتتنحى. كيفاش تتنحى القشرة هذه نتاع الدم؟ كل نهار في بعد زرع شعر في الثالث يوم باش نغسلوا شعرنا بشامبوان معين. الشامبوان معين اللي تحبوا عليه ني با اكسترا اوردينير، ماهوش علم كبير، الفو ان شامبوان ما يطيحش الشعر ما يضرش الشعر، سورتو وقت الشعر اللي فخاجيل تزرعت رانا نقلناها من بقعه وحطيناها في بقعه اخرى، يعني تعبناها، دونك ما تنجمش تزيد تعبها بشامبوان يجم يضرك. دونك هذيك علاش، دونك من لي شامبوان المنصوحين هو مثلا الار اكسل. دونك ار اكسل شامبوان كيفاش تستعملوا؟ تستعملوا مره كل نهار مده 15 يوم، تعمل اون ابليكاسيون دون فاسون معناها ليجير. دونك ديما نذكروا الشامبوان يتحط في الكف نتاع يدك، تعمل موس، تعمل رغوه، تاخذ الموس هذيك وتبدا تو ابليك لا بروميير سيمين. الجمعه الاولانيه فوز ابليكي sur les greffons en tapotant. Les vous vous devez tapoter. خاطر الشعر اذا تعمل لها هكا جمعه الاولانيه تنجم تتنحى راهو محطوطه جوست في نقبه. اي لو ديغيير وتابوتي سي اوسي خاطر خذينا من البقعه هذيك دونك فيها سي سا مجروحه دونك il faut pas l'irriter. هذه الجمعه الاولانيه ولازم زاده اون لوسيون. لوسيون شنو تصلح هذه؟ دونك كيما نذكركم لا لوسيون تاع اريكسيل تصلح باش الشعيرات الدمويه يتحيروا، اي دونك عندي اكثر تغذيه في الزون هذيك، وحنا حاجتنا وقتها برشا تغذيه خاطر البصيله تنقلت. دونك نحطوا قبل ما نعملوا شامبوان لا لوسيون. لا لوسيون منها الفا تحل ان بو لي كروت، باش احنا وقت نعملوا شامبوان بشويه بشويه لي كروت يتحلوا لين يتنحاو. دوزيام سومين لو بوت دو لا دوزيام سومين سي با فورسيمون دو لافي لي شوفو مي دانلفي لا كروت. ابخي اون سومين ما عادش نخافوا ياسر من البصيلات اللي تحطوا، نوليو نعملوا ان موفمون سيركولير اون فوا كون امي. دونك بروميير ايتاب نحطوا لوسيون، نستنيو 15 minutes, 20 minutes, des fois les amener une heure, chauffe que le croûte ou elle est triée choya, ou vous prenez votre shampoing, vous faites comme ça, ou tu peux atteindre la deuxième semaine des mouvements circulaires. Le but d'enlever, le but de la deuxième semaine, c'est d'enlever tnahiou l'kushra. Donc des mouvements circulaires, ou là, derrière en avant. Dima d'accord, le but, c'est d'enlever l'kushra. D'accord, dima ou t'aranna ou sach, mathalan, filqaam, tiana, nhello, nhoto choya, mais on va n'adio un chiffon. C'est le même principe. Khatkin, je t'aube d'attendre l'kushra. تجرح سي باغي للشعر. دونك فو فيت اتونسيون لوسيون تتحل الكروت ومن بعد شامبوان وان اونليف تو دوسمون. فما عبيد يخافوا يقول لك انا دكتوره ما حبيتش نمس ونعرف انت قلت لي هكا وانا خفت على البصيله اللي يطيحوا وشفت كعبيد طاحوا. نو البصيله اللي راهو سي سكي ا لانتيغيور في وسط الجلده، اون فوا تحطت لك في الجلده الجلده بس سيكاتريزي هي الداخل. دونك حتى كان طاحت شعره ماهيش البصيله اللي طاحت، الشعره الميته خاطر الشعره تموت وتعاود تحيا. انا لو بولب في وسط الجلده ما عادش تخاف. دونك صحيح باش يطيحوا لك اما ما تخافش، سو سون دي شوفو مور. نذكروا لا لونغور دي شوفو اللي يتشيف راهو هو الميت، اللي ميتشيفس هو اللي في فروه الراس هو الحي. دونك ما تخافش اذا الدكتور قال لك اعمل هكا اعمل هكا. نذكروا زاده لي باسيون شنو يحبوا اخر، اون فوا تنحت لهم القشره بعد 15 جور يطلبوا الدكتور ديما ميم سي الدكتور يفسر لهم يطلبوه يقولوا له دكتور وتوا شنو نعمل؟ بعد 15 يوم ترجع لحالتك العاديه، يعني كان انت كنت تغسل شعرك مره في الجمعه ترجع تغسل شعرك مره في الجمعه، اسكو ترجع الشامبوان نتاعك القديم؟ اذا الشامبوان نتاعك القديم ما فيها باس ترجع له اذا هو باهي، مي اذا انت ديجا دكتور عطاك شامبوان باهي ما يضرش الشعره دونك تاع اريكسيل اي لوسيون ما يضرش الشعره تنجم تواصل بها، مي تولي بالفريكونس اللي كنت بها قبل. يعني كيفاش نفسروا؟ ما قلتش مره في الجمعه. اذا انت كنت تستعمل مره في الجمعه خاطر الجلده نتاعك ماهيش دهنيه دونك مره في الجمعه تكفيك دونك ترجع مره في الجمعه. فما عبيد جلدتهم دهنيه، انا قبل ما ندخل لكم جاتني طفله قالت لي او دكتوره انا شعري زايد كل نهار شنو نعمل؟ اذا شعرك يزيد كل نهار كان عندك ان شامبوان ما يضرلكش شعرتك تغسلو
كل نهار، اما بالطريقه اللي فسرتها لك ما تحطش بزيدره وسي تان ديتيرجون، معناها يجم يعمل التهاب. دونك اون بوتيت نوازيت نحلوها وما فيها بيس تغسل كل نهار، ما تخافش، كل واحد كيفاش. دونك اسمع بدنك، عود افهم كيفاش شنو لازمك تعمل باش انت اوني لو ميور ميديسان دو سوا ميم. راهو ما يقولكش ان يا با دو جينيراليتي، اوني توس دي كا اونيك، اما الطبيب لازم يفسرك علاش وكيفاش ومن بعد انت تتاقلم بهذاك. دونك تكملوا مده عام تستعملوا دونك فوت شامبوان اي فوت لوسيون، اي سورتو حاجه راهو فراجيل، انا ديما نقول البصيلات سي كوم دي بيبي، ان بيبي تخلق جديد وتحط في بقعته، ان بيبي مده عام لوليني تخاف عليه، لازمك تعطيه عز تغذيه، تبعد من لي برودوي توكسيك، تاخذ كان لي شوز دي فيتامين منوع اكسيتيرا. دونك ما تنساش الكومبليمون اليمونتيغ نتاعك، بيان سور هو ماهوش اوبليغاتوار، حتى شيء ماهو اوبليغاتوار في الدنيا هذه، لو كور هيومان يجم يعيش وحده، دو سوا ميم إل سيرفي، لو كور هيومان إلي في افيك اون بومب كاردياك، ان سيرفو، نجمو نعيشو، مي إذا تحب احسن حاجه ليك، خاطر ديما لي باسيون يسالوا شنو احسن حاجه يا دكتوره، شكون اعز دكتور اكسيتيرا، انا تو باش نعطيكم احسن حاجه ليكم. دونك لازم ان كومبليمون اليمونتير، سكي بيان اريكسيل عندها لا غام كومبليت، دونك تيخو ان كومبليمون اليمونتير كو تو فا بورسويفر بوندون ان ان، بوندون ان ان شعرتك سي ان بيبي، من بعد خليها تسرح وحدها، مي العام الاولاني ماهيش عاديه، راهو ال نو بران با، ما تاخوش سنتي في الشهر، لي سي ان بيبي يكبر بشويه بشويه. من الاول ماهوش من بعد عام يولي ياخو سنتي في الشهر. دونك يعيشكم، خذوا فوت كومبليمون اليمونتير، كومبليمون اليمونتير، نذكروا ديما لاليمونتاسيون لازمها منوعه، وديما لي فروي سيك، لي ليغوم دو ديفيرونت كولور، وفك علينا من لي فيكولون كلي بات وكلي سا نو سير ا ريان وكل خب علي سامحوني. مي خلينا دون سكي صحي، والكومبليمون اليمونتير نتاعك نذكر ديما انا مي باسيون شنو يقولوا لي زيدا، قولي لي دكتوره غالي وحنا ديجا صرفنا للعمليه والعمليه غاليه، كيفاش باش نعمل انا توا ما كنتش مبرمج اللي لازمني ناخذ هذا الكل. بون ايبا نذكر اللي لاكام اريكسيل ماهيش غاليه، اي كان تحب مثلا تتشحى على روحك تنجم تقول بون ناخذ الشامبوان، تنجم تقول بون انا تغذيتي باهيه والكل تنشحح على الكومبليمون اليمونتيغ، خذ او موان ان دي تخوا. كاين تنجم تاخذ لا غام انتيغ راهي ماهيش غاليه، سي سكي بيان راهو سي تري امبورتون، توا الغلي صعيب، معناها واحد باش يتاقلم مع الدنيا هذه ماهوش ساهل. دونك تخوا شوز من بعد زرع شعر، هذم لي كومبليمون اللي تستحقوهم. من بعد بيان سور فما عبيد ودي ميديسان يعطيو دويات اون بلوس دو سا، خاطر دي فوا الزون هذه خايبه لازم نحيروها، لازم دوي كاريمون، مي دوي اي دوي راهو يجم يعمل اعراض جانبيه. دونك الاعراض الجانبيه يحكي لك عليهم الطبيب، وكان انت قبلتهم ايبا تاخذ دويك، كان ما قبلتهمش ماكش باش تاخذ دوي، ولازم تقبل وضعيتك. ميرسي بوكو دكتوره بيا بوريشه، اخصائيه في زراعه الشعر. ونرجعوا لحكايه الغلاء نتاع البرودوي هيركسل، اذا كان حسيته غالي عليك وهو ماهوش غالي، راك تلقاه في لي فارماسي تنجم تدخل وتمشي وتشوفوا الاسعار. عندنا لك حل اللي هو تلقى لافيش هذه موجوده في باج الماتينال، دونك تدخل تعمل جيم على باج الماتينال، تلاقي ثلاثه من صحابك وتبارتاجي اللافيش هذيا وتربح كيور نتاع ثلاثه اشهر، معناها الباك اللي تشوفوا فيها فوا 3. دونك صحه ليكم للناس اللي هي باش تربح معنا الباك الخاصه بهيركسل.